السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم الاخوان؟ كلشي مزيان؟ صحه لاباس؟ نتمنى من الله عز وجل ان تكونوا في صحه وهناء. اليوم عندنا لدينا جهازين اتينا جهازين، واحد من خنيفرة والثاني من مدينه اصيله. طيب هذا 7 بلس وهذا 7 سا. نفتح هذا الجهاز و نفتحه ثم نقوم بإصلاحه أو نعرف ما المشكل. طيب صاحب الجهاز الذي أرسله هو من الزبائن المخلصين، يعني الحمد لله لدينا الكثير من الزبائن المخلصين، نتعامل معهم منذ مدة طويلة. سنعرف الآن. المهم هذا الجهاز هو فاسد باور كما يقول. نعم كان جيد، كان يشتغل بشكل عادي. فصل في لحظة. يا سلام على التعريف. شوف هكذا، شوف فكرة بسيطة وجيدة. جوج بونجات، شوف اسفنجات جوج وديرهم بيناتهم اسفنج بيع رخيص. نعم جيد صراحة. سنقوم بعمل، سنشحنه لنرى هل يشحن أم لا. لا يشحن، لا يشحن، لا يشحن ولا يظهر فيه شيء. طيب إذن سننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة فتح الجهاز. سنقوم بفتح الجهاز ثم أعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا، وحاولوا دائما أن تتفرجوا وتشاهدوا الفيديو من الأول إلى الآخر. لا يعني تكون هناك، سأبدأ يعني بالتحدث معكم في الكثير من المواضيع إن شاء الله، وأنا أقوم بالإصلاح وستكون فيها استفادة بإذن الله. يعني لابد أن نكون متابعين بشكل جيد. الجهاز صراحة يظهر أنه يعني جيد وجديد، يعني يظهر شكله جيد. سأفتح الجهاز ثم نعوده فاصل ونواصل. نفتح الجهاز الآن بعدما قمنا بعمله في الفرن. الأول جهاز مفتوح، مفتوح انظر، انظر إلى الجهاز، هو سبق وأن فتحوه. نعم هذا هو أسيدي، لقد فتحت الجهاز، شبكته مع الباور سبلاي وشبكت شاشته التي أتى بها. صراحة لم يعطيني، يعني أعطاني شاشة سوداء، لم يعطيني أي شيء. طيب الآن سأقوم، هو لأن ظهر لي أنه يشتغل، يعني هناك سحب جيد ولكن لا يظهر. طيب سأقوم الآن بشبكه مع زيت باور أو باور زيت. سنقوم ب، ولدي شاشة أخرى يعني تشتغل، سنتأكد. طيب سنتأكد من ما نقوم به وسنشغل الجهاز بطبيعة الحال. كما تشاهدون سيظهر لكم أن، انظروا في الباور، يعني هناك سحب عادي. نعم هناك سحب عادي كذلك. الآن أعطانا في هذه الشاشة، نعم أعطاني أبل لوجو. نعم واحد أعطى أبل لوجو، ولكن ننتظر حتى يظهر لنا فين كاين المشكل. نعم وهناك يعني ينخفض السحب. شيء
انظروا الى الرسم التخطيطي للامبير. هنا تقريبا احبتي بقي في ابل لوغو وبقي في نفس الخط كما سنشاهد، بقي في نفس الخط وبقي في كما تشاهدون في 300 ملي امبير، 290 300 ملي امبير، وكما تشاهدون المخطط. نعم هذا هو الرسم التخطيطي كما تشاهدون. نعم طيب الان انا لدي يعني اعرف هذا المشكل بالضبط، لان لدي هذه الرسمه التخطيطيه وكذلك انظروا الى الجهاز. اين هو الجهاز؟ اين هو الجهاز؟ هذا هو كما تشاهدون، فهو بقي في ابل لوجو. نعم المشكل هنا سيكون اما واما، ولكن اما الاولى هي التي ستكون تقريبا، سيكون اي سي الشحن هو الذي سيكون المسبب في هذا المشكل. طيب ما الذي سنقوم به؟ انتم تعلمون ما الذي ساقوم به، يعني بدون ان اقولها انا فانتم عارفين، يعني سنقوم بتغيير الاي سي او السيركوي ديال لاسارج او ديال تريستار او ديال يوتو او مهم بجميع مسمياته سنقوم ان شاء الله بتغييره. وكما تشاهدون لا زال في ابل لوجو. نعم وهو يسخن الان، يعني هناك حراره عاديه، ولكن عندما لا يكمل الجهاز ويكون هناك خلل لابد ان تشعر بحراره يعني لا تكون عاديه. طيب سنوقف هذا ستوب، اذا سنقوم بازاله الجهاز وسنقوم ان شاء الله برفع الاي سي والجيد. الجيد نعم اريد ان اريكم الجيد. تعالوا الى هنا، تعالوا يا اصدقائي. والجيد ان الجهاز انظروا معي يعني لم يشتغلوا فيه من قبل، وهذا جيد صراحة، هذا جيد جدا. قاموا بفتحه ولكن لم يقوموا بالاشتغال عليه، فالأغلب الناس أعرف لماذا يفتحونه ولماذا تم فتحه، والسبب هو أن في الغالب الناس يعتقدون أن فقط البطارية تكون يعني غير راكبة في مكانها، فيقومون المصلحون والمراكز بفتحه لمعرفة هل البطارية. ونعم في الأغلب عندما يكون الجهاز مفتوح مثل هذا الجهاز وليست لديه الحماية القصديرية، الحماية القصديرية رائعة جدا، الحماية القصدير، فعندما لا تكون بمجرد أن يسقط الجهاز فسيرتفع ربما كونكتور الشاشة، ربما كونكتور البطارية. ولكن المشكل حتى في هذه الشاشة الآن، هذه الشاشة لا تعمل، هذه الشاشة لا تعمل. طيب يجب أن أقولها للزبون أولا حتى لا يقول لي، حتى لا يقول لي ولماذا قمت بتصليحه، بما أن حتى الشاشة معطوبة فلا تقم بإصلاحه، لهذا سأتصل به. وإذا أكملت الفيديو فاعلموا أننا اتفقنا، وإذا لم أكمله فلن تشاهدوه أصلا.
احاول ان اقوم بعمل بارتاج معكم لي يعني بدون ميكروسكوب الفيديو الاول للنزع قمت بتصويره بالميكروسكوب وهذا ساقوم باعادته فقط بكاميرا الهاتف كما نشاهد هنا لم اقم برفع الار اف تشيل او اقم بكسره او اعوجاجه بل جعلته رفعته وقمنا بالمسح الى غير ذلك الان ساقوم باعاده الاي سي انتهينا طيب سنتركه حتى يبرد نعم ماذا أريد أن أقول لكم طيب إذا كان في هناك سؤال أو شيء يمكنكم كتابته أسفل في الكومنتات وقولوا لي ماذا تريدون أن تعرفوا إن شاء الله طيب سنقوم الآن بتركه حتى يبرد ثم نقوم بعمل تسلا وكذلك بالزيت بباور زيت وكذلك سنقوم بجمعه ومعرفة هل بقي نفس المشكل أم لا طيب لحظة ثم نعود بإذن الله طيب هو الآن برد الجهاز سنقوم إن شاء الله محاولات. سأقوم بتشغيله فقط ب يعني لن أقوم بشبك الشاشة أولا سنقوم بشبك الجهاز أولا ونرى هل لا زال نفس الخطاط التي أعطانا في الأول أم تغيرت الشاشة غير أصلية يعني ليست شاشته الأصلية هي ليست شاشته الأصلية ولكن نعم لاحظوا معي اشتغل الجهاز بشكل جيد انظروا حتى الخطوط الآن انظروا لأن ركبنا الشاشة انظروا الجهاز يشتغل انظروا نعم طيب قد هذا ما لا أقبله يعني حتى البطنهم طيب سيعيد اشتغال يعني اشتغل الجهاز وحتى الخطط انظروا إلى الخطط انظروا يعني الرسم تغير كما نشاهد هذا رسمه تغير هايلي يشتغل الجهاز لا أعرف يعني لا أعرف الرقم السري لكن هل يظهر لكم؟ هو يظهر طبعا يظهر لكم أسيدي وهو هذا الخوت آسف لأن تعلمون الزبائن إلى غير ذلك طيب شنو نقول لكم الآن لا يسعني أن أقول لكم هو فيديو جيد واستفدتم بطبيعة الحال لا تنسوا عمل لايك والإكثر منه وكذلك عمل شير ولمن لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ودائما أنصحكم وأنصح نفسي بالقيام بعمل جيد اليوم وكل يوم ليكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله ورمضانكم مبارك سعيد وأتمنى من الله عز وجل لي ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.